بنقول النهارده بعض المعلومات الاخرى الملخصه للمضاد الحيوي اللي هو الانزولين، وبنقول ان هو له اهميه كبيره لان هو له فعاليه ضد المكورات العنقوديه الذهبيه المقاومه للميسيسيلين والمكورات المعويه المقاومه للفانكومايسين اللي هي المرسا. وفي الحقيقه هنا بننوع على ان بما ان الريفامبيسين بيسبب تاثيرات اخرى للمضادات الحيويه فان يتم دمجه مع الانزولين في الانظمه العلاجيه، ومع ذلك بيحصل تفاعل بينهم، بيتم تقليل تركيزات الانزولين في الدم عن طريق هذه المجموعه مما يزيد من خطر ظهور البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه. لذا قد اوضحنا انه الجمع بين الانزولين والريفامبيسين منع امتصاصه وعزز القضاء عليه، ولكن ليست من خلال الانزيمات الميكروزوميه. بتشير نتائجنا ان الجمع بين الانزوليد والريفامبيسين بيقلل من تركيزات الانزوليد في الدم عبر الانزيمات الايضيه. الانزوليد هو مثبط عكسي وغير انتقائي لانزيمات مونو امين اوكسيديز، عشان كده ما ينفعش نستخدمه مع نفس النوع او مع نوع تاني من نفس هذه المجموعه، لابد ان يكون في حذر من هذا الموضوع. يمكن ان يساهم بالتالي في تطوير متلازمه السيروتونين عند تناوله جنبا الى جنب مع عوامل هرمون السيروتونين مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائيه، ده اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت، او مضادات الاكتئاب الثلاثيه او الاس اس ار اي. لا يجب استخدام الانزوليد معاهم، مثبطات الاسترداد السيروتونين الانتقائيه اللي هي الاس اس ار اي او السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز لا يصح استخدام الانزوليد معها. ومش بيستخدم لعلاج التهابات مجرى الدم مرتبطه بالقسطره او التهابات موقع القسطره، حيث يبدو ان خطر العلاج بيفوق فوائده في هذه الظروف. الديناميكا الدوائيه بتاعته، الانزوليد بيستخدم ضد معظم سلالات، طبعا هو من مجموعه الاوكسا زوليدينون، بيستخدم ضد معظم سلالات البكتيريا الهوائيه ايجابيه الجرام، ما بيستخدمش ضد البكتيريا المتفطره. والحقيقه ان هو مضاد ضد كل من المكورات العنقوديه والمكورات المعويه، ومبيد للجراثيم ضد معظم العزلات المكورات العقديه. الحقيقه انه في المختبر احيانا بيدي بعض التاثير ضد البكتيريا اللي هي سالبه الجرام ولا هوائيه، ولكن الحقيقه هو مش فعال في داخل الجسم ضد هذه الانواع من البكتيريا. يبقى اذا احنا بنعتمد عليه في الايروبيك بكتيريا اللي هي النوع جرام بوزيتيف بكتيريا. كده احنا نكاد نكون نوهنا عن معظم الكلام عن الانزوليد، وهنتكلم عنه تاني في بعض الحاجات اللي هي ما بتستخدمش معاه من الادويه. مع السلامه.